في موضوع آخر، تعرف أشغال إنجاز المسجد الأعظم ثالث أكبر صرح إسلامي تقدما ملحوظا، حيث شرعت وزارة الشؤون الدينية في عملية البحث عن أئمة أكفاء. التفاصيل مع عادل زيدي في هذا التقرير. ها هي معالم جامع الجزائر بدأت تتضح. الأشغال الكبرى للمسجد أوشكت على نهايتها، فزيارة الرئيس بوتفليقة الأخيرة إلى المسجد شدد فيها على الالتزام بمدة الإنجاز، وهو ما تسهر عليه وزارة السكن ليكون شهر ديسمبر نهاية تغطية المسجد قبل الشروع في الأشغال الداخلية المتعلقة بالتزيين والزخرفة. وزيارة هذه تقريبا متفقين فيها على أساس إعادة انطلاق بسرعة أكثر مثل ما التزمنا به أمام فخامة الرئيس ومثل ما طالب به بالإسراع في الوتيرة. أعتقد أن اليوم دخلنا في الجزئيات، يعني الأمور الكبرى الضخمة على وشك انتهاء منها، حتى بالنسبة للمئذنة بالتقريب باقي طابق واحد طابق أو طابقين، ومن بعد يطلعوا اون بلو ريدوي، يعني اون بلو تغطية قاعة الصلاة راها بدات. وزارة الشؤون الدينية بدورها في رحلة بحث على أئمة أكفاء ليكونوا بمستوى المعلم الديني على غرار جامع الأزهر الشريف. نخبة من الأئمة في مستوى عالي، بدأنا فعلا في البحث عنهم في الولايات في المساجد، وسوف يستفيدون من تكوين متعدد المستويات، وسوف نجلب لهم خيرة ما هو موجود في العالم الإسلامي من أجل انتقاء إمام جامع الجزائر الذي ينبغي أن يكون في مستوى إمام جامع الأزهر أو أكثر. جامع الجزائر الذي يشكل تحفة معمارية وصرح ديني سيغدو لا محالة المعلم الذي يحدد هوية الجزائريين.